اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده افكركم بنموذج رائع قابلناه في برنامج الجدعان، الدكتور فوزي الدغيدي، الجراح المصري العربي الشهير، واللي اسس قبل كده او كان من المؤسسين للمستشفى السعودي الالماني في مصر وفي المملكه العربيه السعوديه، طلب من السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد 10,000 فدان لتكرار التجربة. هو نجح في النموذج الأول اللي نفذه في محافظة الوادي الجديد على مساحة الفدان، وبالتالي هو عايز يكرر نفس النجاح. قدر يحصل على مساحة 10,000 فدان في محافظة الوادي الجديد وهيكرر نفس النموذج، ورصد 2 مليار جنيه لاستصلاح 10,000 فدان وإقامة بنيتها الأساسية، يعني الفدان بشبكة الري بجهاز الري المحوري باستصلاحه متحدد ليه حوالي 200,000 جنيه. تخيلوا حجم التكلفة النهاردة لاستصلاح فدان واحد في الوادي الجديد. الدكتور فوزي الدغيدي يعشق النجاح، ده لمسناه واحنا بنقابله في برنامج الجدعان، وزي ما عمل بنجاح كبير جدا ونفذ أعمال الاستصلاح في 1,000 فدان وبيصدر منها النهاردة، هينفذ برضو مشروع 10,000 فدان وبنجاح كامل. كل التوفيق للدكتور فوزي الدغيدي، الجراح الشهير والمزارع العنيد والمحارب في قلب صحراء الوادي الجديد. زي ما عودتنا عايزين حضرتك أحد الداعمين للاقتصاد الوطني في القطاع الزراعي المصري، خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه الى صحراء وادي النطرون، هنزور مشروع ضخم لزراعة بنجر السكر في مساحة 4,000 فدان. مؤسس هذا المشروع هو الشاب احمد ثابت، هو يزرع بنجر السكر ولكن عينه على صناعة السكر الأبيض، خليكم معنا. بنجر السكر من أهم المحاصيل السكرية الاستراتيجية في مصر، لأنه بيوفر حوالي 1,800,000 طن من السكر النقي، يعني بيساهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لمصر. ده اللي يمكن كلنا عارفينه، لكن اللي يمكن محدش يعرفه هو أن زراعة بنجر السكر وراها قصص كفاح ونجاح عظيمة فعلا، سواء في الزراعات التقليدية القديمة أو الزراعات الآلية الحديثة في قلب المشروعات الزراعية الكبرى صحراء مصر، ومنها الحكاية اللي حضراتكم هتتعرفوا عليها دلوقتي. بطلها محاسب شاب اسمه أحمد ثابت، كان موظف في إحدى شركات الاتصالات وبعدها شركات متخصصة في إنشاء محطات الكهرباء، كان مسؤول تسليم المحطات، وخلال تسليمه لمحطة شركة النيل للسكر تعرف لأول مرة على صناعة استخلاص السكر من محصول بنجر السكر، وانبهر بالصناعة وحجمها وقرر أنه لازم يمتلك في يوم من الأيام مصنع للسكر. تخيلوا بقى أنه ما كانش مجرد حلم، لأنه بدأ أولى خطوات تحقيق طموحاته بأنه يدخل في قلب صناعة بنجر السكر، ولأنه ما يمتلكش مليم واحد من مليارات الجنيهات اللي محتاجها إنشاء مصنع لسكر البنجر، اتجه فوراً لزراعة بنجر السكر. المهم أنه يبقى قريب من الصناعة ويفهمها أكتر، وبدأ بزراعة البنجر في مساحة 100 فدان، وما كانش معاه حتى يكمل تكلفة زراعتها، وبسببها باع عربيته وبيته وكل ما يملك. النهاردة الجدع أحمد ثابت، وفي أقل من 3 سنين بيرقص شركة شوجر بيت لاستصلاح الأراضي اللي بتزرع 4,000 فدان كاملين بمحصول بنجر السكر، وبيورد إنتاجه بالكامل للمصانع بأعلى سعر، لأنه باختصار بيمتلك أحدث معدات للحصاد وإزالة الشوائب من البنجر بنسبة 100% قبل التوريد لمصانع السكر، وبجد مستمر في تحقيق خطته. تعالوا نقابله في منطقة وادي النطرون في موسم حصاد بنجر السكر
السكر اللي هو زرعه. انت زارع مساحات تقترب من 4000 فدان، من صفر مساحة وصفر خبرة في زراعة البنجر. طب بالراحة كده بقى احكي لنا، من اول ما اتخرجت من تجارة القاهرة. انا اتخرجت من تجارة القاهرة 2004. تمام. خرجت زي اي شاب في الدنيا ما بيدور على شغل، وبدأنا نشتغل. اشتغلت في شركة موبي سيرف، احدى شركات مجموعة راسكم. فضلت قاعد في الشركة حوالي 4 سنين لغاية 2010 او 6 سنين تقريبا، لغاية 2010. بعد كده يعني كان ليا مدير مالي، انا يعني بروح معاه في كل حته. اشتغلت مدير اداره تسليمات محطات الكهرباء، واول محطه اشتغلت عليها كانت ابو قير. ثالث حاجه مسكتها بعد كده محطه كهرباء شركه النيل للسكر. ومن هنا جت فكره هو المصنع ده بيعمل ايه. فانا لما شفت البنجر، هو ده بيعملوا منه سكر زيه زي القصب بتاعنا بتاع زمان؟ لا، وكمان بيقولوا احسن وانتاجيته اعلى. اتعرفت على مهندس قصد الماسك اداره الكهرباء في شركه نيل السكر ده، عرفني المصنع كله من بدايته لنهايته بانشاءاته بكله. ده كان شغال في المصنع؟ كان شغال في المصنع. البنجر استهواني وقعدت اسال نفسي، استهواك يعني كصناعه ولا كزراعه؟ صناعه قبل الزراعه. تمام. بس انا عشان اعمل مصنع، انا مين ورايح فين واجيب مليارات منين ومعيش اصلا جنيه في جيبي؟ قررت كنت انا تزوجت في 2013، وزوجتي يعني من عيله كبيره ما شاء الله. جيت حكيت لها الموضوع، قلت لها انا يعني حكيت لها الموضوع بعد 5 سنين. قلت لها انا ناوي اعمل 1 2 3 بس مش لا. يعني ايه بقى الواحد 1 2 3؟ يعني احنا عشان نعمل مصنع مش هنعرف، معيش مستثمر، معيش حد ملاقه ماليه، حد يعني يؤتمن عليها، انا ما انا مش عارف لسه. فقلت لها انا هعمل واحد، انا بفكر ابدا ازرع حتى 100 فدان واوردهم. فجت قالت لي طب ونزرع 100 فدان ليه؟ ما نبدا نجيب بنجر ونورده ونشوف هننجح ولا مش هننجح. بدات فبرضه مش اللي هو اللي انا عايزه. يعني رحت اشتريت من مزارعين وورطت؟ مش شاريه على فكره. وورطت؟ وورطت والله. انت بتجرب يعني، بتشوف الدنيا هتمشي ازاي؟ هتمشي ازاي. وقت يعني ما حتى ما يعني رفضوا يدخلوني باسمي، فانا برضو مش معروف. فروحت لحد اسمه الشيخ عبد الستار على الصحراوي، قلت له انا معايا كام طن بنجر يتعدوا حوالي 1000 طن، عايز اوردهم بس الناس مش راضيه، بيقولوا لا عايزين حد يكون ثقه. فدخلتهم عن طريقه. جبت فلوسهم منين عشان تشتري 1000 طن بنجر يعدوا المليون جنيه؟ تعاقدات. الراجل صراحه وقف جنبي وخدته للمزارعين وخلاص بقى، يعني أنا بقيت همزة وسط. بس لقيت نفسي برضو مش هو ده. فضلت أحارب من 2018 لغاية ما جيت في 2020 الكورونا دخلت. قعدت من الشغل مش عارف أعمل إيه، وهي مكملة في شغلها لأن هو شغلها ملوش علاقة، البنوك ملاش علاقة، هي في القطاع المصرفي. هي في القطاع المصرفي. فهعمل إيه؟ فقلت لها بصي أنا هقولك على حاجة، أنا هزرع 100 فدان، هنبدأ إزاي؟ والله والله هذا حصل. بعت شقتي وعربيتي وعربيتها وذهبها، وحماية الله يرحمه ساعتها قطعني على فكرة، وهي خدت معايا الريسك. المهم صالحته؟ لا ما صالحتش الموضوع عشان يبقى الراجل راضي عنك. عايز أقول لك بدأنا وكان معايا ناس بيساعدوني، والقصة كلها أنا خدت أول 400 فدان أزرعهم. رحت بمعرفة صديق يعني يعرف المهندس حسن كامل رئيس شركة النوبارية للسكر، ده عملاق الصناعة، ده مش عميد صناعة السكر، ده ما فيش حد زيه. ما احنا خلاص احنا دلوقتي كان زمان عبد الحميد بسلامة. قبل ما نتكلم على حسن بيه كامل، خلي بالك انت دلوقتي بتقول انت زرعت 400 فدان، هو زرعته مش سهل البنجر. ما هو مش زرعته في فنيات زراعية، عملت ايه؟ كان معايا مهندس زراعي، جبته قلت له تعالى انت حضرتك تمسك مدير المزرعة، قول لي احتياجاتك ايه من السماد والكلام ده، وانا بعلاقاتي ومعارفي اقدر ادبر السماد. البذره برضه نرجع هنربط كل حاجه بالمهندس حسن. المهندس حسن لما جينا له حسن كامل، حسن بيه كامل، قال لك يعني انا فاكر ان هو كلم المهندس حسام القاضي مدير عام الزراعه، قال له يا حسام الراجل عايز يرجع وعايز ينجح، وانا حاسس ان هو هينجح، ادوله البذره وادوله السلفه. فكان متابع 400 فدان بتوعنا، لاني ما كانش متابعهم عشان المصنع، هو كان خايف عليا. هو جاله شاب عايزين نشيل، يعني هو خايف عليا ونفس اللحظه عايز يقول هو راح على فين. ربنا كرمنا وعملنا انتاجيه في 400 فدان دولت.
انا ما كنتش متخيل ان احنا نوصل دي اراضي جديده مش كده. كانت اراضي كانت جزء في الهاشميه وجزء كان في الدبلوماسيين. عملنا وادي النطرون. وادي النطرون تمام. عملنا انتاجيه 47 طن ونص. الله اكبر. لدرجه انا لما رحت له بعد التوريد وخدت مستحقاتي كلها وكسبت في الموسم ده كويس جدا. لما خلصنا 400 فدان ونجحنا وربنا كرمنا رحت المهندس حسن قلت له انا هزرع 3000 فدان والراجل وافق على الفور. وساعتها بقى يعني بالمكسب اللي كسبناه والفلوس اللي معانا ما رجعتش حاجه زوجتي والله وقلت كملت اجرت ايجارات اراضي كتيره وانا كنت برضه باجهزتها بالبيفوت بتاعها بكل حاجه كل حاجه احنا بنأجرها بتبقى كامله الايجار شامل الصيانه والكهرباء يعني تحط بذرتك وتشيل احط بذرتي واجيب الاستاف بتاعي تمام. انا كان من نعم ربنا عليا نعمتين. النعمه الاولى كان ربنا رزقني باصحاب الاراضي ناس كبار جدا في الدوله ومتعاطفين جدا معايا واقفين جنبي ونفس اللحظه كان ربنا مانع عليا من فضله بصطف. انا عندي مدير مزارع دلوقتي الاستاذ مؤمن بتجربتك ومكمل معاك. يعني كملوا وكملنا صطف كبير جدا. جه بقى السلفه اللي هتاخدها من النوباريه مش هتكفي تلت الزراعه. هيبقى السلفه اللي هي احنا بناخد 8000 جنيه على الفدان فانا اصبح ان ال 3000 فدان في ال 8000 جنيه ب 24 مليون جنيه ما يزرعوش تلت المساحه اللي معايا طبعا. فحد يعني صديق شار عليا قال لي روح البنك الزراعي وهنا بقى زي ما بنقول ايه باب الجنه اتفتح لك او باب من باب الرحمن اتفتح لك. من ساعه ما جه السيد علاء بيه فاروق احنا خدنا من البنك الزراعي في السنه دي 50 مليون جنيه وهو حطيتهم في الارض حطيناهم في الارض قدام عينيهم. ما تقوليش خدتهم انت حطيتهم في الارض احنا خدناهم قدام عينيهم. جزء راح للسماد وجزء راح للميكنه وجزء راح للعماله والمرتبات والبنك الزراعي كان واقف جنبنا من اول يوم في ال 50 مليون. هو ادانا 60 50 سيوله بنتحرك بيها بس بتطلع بشيكات للموردين وال 10 مليون التانيين جاب لنا مكن حصاد من بره. يعني عندك اسمده بكذا اداك شيك للمورد اداني شيك للمورد هو عنده ما خدتش سيوله في ايدك. لا مفيش سيوله في ايدك اداك شيكات تتحرك بيها مفيش سيوله بتاخدها في ايدك. قصه نجاح المحاسب احمد ثابت رئيس شركه شوجر بيت لاستصلاح الاراضي بطلها البنك الزراعي المصري اللي وثق في طموحاته وقدرته على تحقيقها ومنحه 60 مليون جنيه ومنها 10 ملايين جنيه لشراء ميكنه حديثه متخصصه في محصول بنجر السكر. والمهندس حسن كامل عميد صناعة السكر المخضرم في مصر اللي برضه وثق في طموحاته ودعمه كمزارع وتعاقد على محصوله واداله سلفة 8000 جنيه على الفدان الواحد وكمان البذرة. ربك بقى لما بيكافئ عشان حضرتك مجتهد وبتسعى وبتعمل اللي عليك. ممكن أسألك سؤال كانت ضماناتك ايه عشان يديك الأرقام دي؟ العقود ونفس اللحظة هل الراجل ده قعدك مع المصنع عقودي مع المصنع ونفس اللحظة بيروح يستعلم المصنع. الراجل ده زرع وجاب إنتاجية المهندس حسن قال له وعمل شغل كويس قال له طب انت ما هو 3000 فدان انا زرعتهم مع المهندس حسن بس. فالمهندس حسن قال له انا كمان اضمنه كشركة. كان ساعتها مصنع ايه؟ مصنع النوبارية. المهندس حسن قال له انا اضمنه وكمان احول لك كل مستحقاته عليك. فبدا الاستاذ سامي صادق بصراحة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي انا كده لسه ما كنتش عرفت علاء بيه فاروق وقف جنبنا وقال يا جماعه مدوله التسهيل. ولما جيت قلت له احنا عندنا حصاد يوم كذا انا من دلوقتي احنا عشان نزرع صح لازم نشوف يوم الحصاد امتى عشان اظبط ميعاد الزراعه عليه. فقلت له المكن الحصاد احنا لو جبناه احنا الحصاد الفدان عندنا ب 3000 جنيه لو انا جبت المكنتين حصدوا المساحه انا وفرت 3000 في 3000 ب 9 مليون جنيه. نسبه الشوائب دي حاجه بيحاسبك عليها المصنع ممكن يخصم من مستحقاتك ما يقرب من 20%. فالمكنه دي اللي حضرتك جايبها دي الماوس ده اللي هو الماوس ده بيحمل بدون شوائب ده بيدخل على الكومه ياخدها يطلع الشوائب تحت ويطلع حبايه البنجر يرميها على العربيه زي ما حضرتك شايف كده. ده معناه ايه؟ إن انت وفرت لنفسك 20% كان هيتخصم من مستحقاتك بسبب الشوائب. الناس برضو عشان برضو في ناس فاهمه في الزراعه هم ممكن يفتكروا ان الخصم ال 20 جنيه بتاعت علاوه النظافه. لا ده ممكن يخصم 20% من حموله العربيه. صح. فالماوس دوت وصلني مرحله ان انا ما بيتخص انا بيجي لي اليوميات بتاعت المصانع كلها 0.00 ما فيش شوايب. وانت جدع ان انت اتحركت نحو الميكنه
وان انت اتحركت انك تتملك المكانه والا كنت هتدوخ السبع دخات عشان تحصد ارضك. كان ليه مقوله شهيره قوي في لما جالنا في حفله الحصاد، قال كل ما تملك ملاءه ماليه فانت غني عندنا في البنك الزراعي. يعني كل ما يبقى عندنا مكن واصول ومعدات طبعا احنا بالنسبه لعلاء بفاروق لا انت اولى، انت معانا. بالمناسبه السنه دي كل بنجر السكر اللي بيتحمل قدام حضراتكم وانتجه المحاسب احمد ثابت رئيس شركه شوجر بيت لاستصلاح الاراضي هيتورد لمصنع الدلتا للسكر اللي بيرأسها الدكتور احمد ابو اليزيد، ودي شهاده بجوده منتجه الزراعي لانه من اكبر مصانع الدوله. تعالوا نتعرف من الجدع احمد ثابت على التحديات اللي بتواجه زراعة البنجر في مصر. النهاردة في صراع غير طبيعي ما بين الزراعة الآلية والزراعة التقليدية. عندنا مساحات كبيرة أوي في الدلتا بتتزرع بالبنجر، وانت راجل بتزرع بالأربع والخمس تلاف فدان وبرضه عايز تورد للمصانع، هو عايز يخلع الفدان بتاعه عشان خاطر ورده للمصنع، وانت راجل ملتزم بمواعيد ولازم تطلع حسب برنامج زمني متعاقد عليه مع المصنع. تمام. طب المشاكل ده هنحلها ازاي؟ عشان نحل الموضوع دوت لازم نوفر له آلية حصاد. ازاي الراجل دوت او نوحد المساحات مع بعض وتخش مكنة حصاد تحصد كلها؟ احنا مش مساحات هنقدر... صغيره قوي يا باشمهندس، مش هنقدر نيجي جنبه. هل العالم اخترع مكنات زي دي او مكنات حصاد صغيره تقدر تدخل؟ انا لسه شايف على المواقع التواصل الاجتماعي مكنة حصاد صغيره بتحصد فدان واتنين، بس ما اقدرش اجي جنبه. ده عصب الزراعه. المنظومه دي هتتحل ازاي؟ لما يبقى في عقد صح، بتواريخ صح، بغرامات صح. احنا بنواجه مشاكل، بنواجه مشاكل. اول مشاكل بنواجهها الاسمده. احنا بنشتري الاسمده بالسعر الحر. لا، اهم حاجه عندي، انت سددت قرض البنك الزراعي ولا لا؟ السنه اللي فاتت سددنا، السنه لسه دلوقتي بنورد اهو، هنسدد بعد 20 يوم. اخدتوا 5% قرض زراعي مش كده؟ لا 8%. 8%. 8%. تمام، والسنه دي خدته بكام بقى؟ 8% برضه، وبعديها المبادره اتلغت. بقت 11%. بقت 11%. القرض بتاع السنه دي بقى اللي هو ال 4200 فدان، ده كان تسهيل ب 150 مليون جنيه. ضعف اللي احنا خد، ثلاث اضعاف اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت. خلاص، ما انت بقيت مصدر ثقه للبنك. بس في ريسك كبير. اللي وقف ورانا ووافق على الريسك دوت، انا سامي بيه عبد الصادق قال لي كده، قال لي اطلع لعلاء بيه فاروق. اللي وقف ورانا السنه دي سامي بيه عبد الصادق وعلاء بيه فاروق، قال انا موافق ومشوا له الفلوس. الراجل ده من ساعه ما دخل البنك الزراعي عامل طفره كبيره. عامل طفره كبيره ولزمايلي. يعني انا شفت زمايلي اللي بداوا ياخدوا زيي واللي واخدوا اقل مني، ما بنوقفش على حاجه. يعني عايز دولار هو بيوفره لنا ويجيب لنا المكن من بره. اعتمادات مستنديه زيها زي البنوك الاستثماريه واحسن واسرع. وانت بتعامل معامله القروض، يعني انت بتاخد قرض ولا انت بتاخد فلوس تشغيل؟ فلوس لو تردها بعد لما تبيع المحصول وتورده. باخد تسهيل بمعامله القرض بس لمده 9 اشهر اللي هي الزرعه. انت دلوقتي بتزرع اراضي ايجار سواء هنا أو في النيل، هو إمتى أحمد ثابت يبقى عنده الأرض بتاعته اللي يزرعها؟ لما الدولة تساعدنا وتدينا الأرض. إزاي؟ إحنا محتاجين أراضي حوالين الضبعة، حوالين المصانع، وفي أراضي تخص الدولة. إحنا لا عارفين نوصل لها ولا الدولة عارفة توصل لنا، لكن إحنا فعلاً بنتمنى إن الدولة تساعدنا نلاقي أرض في أي حتة، وياخدوا علينا تعهدات إن إحنا في قد إيه نعمل البيفوت والبي ونخلص القصه دي كلها. هو لو حضرتك ومزارع كمان للبنجر قررنا ان احنا نعمل مصنع للسكر في وادي الجديد، تقدروا؟ احنا قادرين نعمل مصنع؟ والله قادرين نعمل مصنع. طب قول لي عايز ايه؟ قول لي 1 2 3 عشان انا وفلان 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 من غير اسمائهم نعمل مصنع في الوادي الجديد، ومعاك محافظ جدع هيقف في ظهرك على فكره. هو احمد الزملوط. انا قابلته على فكره، راجل فوق الوصف، وقال لنا تعالوا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه كله. بس هي المشكله برضو ان انا عشان انقل البنجر زي ما قلت لحضرتك. اما نعمل مصنع دي، لا دي فكره جايه وهنحاول نساعد فيها. حطيناها هنا بس، حطيناها انا مش بضرب رصاص، انا بقول لك هي هنا ودخل. عندنا موضوعين دلوقتي طلعنا منهم بمناقشه مع حضرتك، عربيات نقل، النقل والمصنع. انا في بس حد عايز اشكره، يعني قول. مع حضرتك بهاء بيه الغنام، ده راجل عظيم قدامنا، رئيس جهاز مشروع مستقبل مصر. رئيس جهاز الدكتور بهاء مشروع مستقبل مصر، ده راجل عظيم عمر من اول الاقليمي لغايه مطروح. طبعا احنا ما بنطلب منهم خدمه الا بيساعدونا في ارضنا، بيقفوا جنبنا. مستقبل مصر علم الناس الفدان البنجر بيجيب 30 طن، بعد ال 30 طن انت مالكش دعوه بيه. او انت لو عايزه قدره. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، انا احمد اديتني انت السماد وانا خدتها لعبت بيها او بعتها،
وحطيت ربع السماد في الارض هيجيب 20 طن او 30 طن. طب لو انا خدت السماد منك وحطيتها في الارض كلها وجبت 50 طن، هل هيستوي اللي بيعمل زي اللي لا يعمل؟ اكيد لا. فهم علمونا زراعه جديده جدا وكسبونا من جنب بينهم من غير ما يحسوا. هم كسبوا المستثمرين بحركه بسيطه، ورد ال 30 طن على العقد والباقي يبيعوا المصانع تانية. المحاسب الجدع أحمد ثابت رئيس شركة شوجر بيت لاستصلاح الأراضي مكمل في تحقيق خطته، وهي الاتجاه لصناعة سكر البنجر، مش بس زراعة محصول بنجر السكر، وبالكتير سنتين أو ثلاثة وهفكركم هيضيف لمصر مصنع جديد للسكر وتحدي. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان، هنزور أحدث مصانع مجموعة أبو عوف للصناعات الغذائية. هو مصنع متخصص في البن والقهوة سريعة الذوبان، كمان هنزور أحدث فروع مجموعة أبو عوف لبيع أكثر من 1000 منتج. خلي بال حضراتكم النهاردة عدد فروع مجموعة أبو عوف وصل ل 250 فرع لبيع المنتجات، خليكم معنا. النهاردة هندخل مع حضراتكم عالم مجموعة أبو عوف للصناعات الغذائية اللي باع عدد منتجاتها النهاردة يتجاوز 1000 منتج، وبتصنعها بجودة عالية وبسعر منافس، وفي مقدمتها البن بأنواعه والمكسرات والتوابل والصناعات الغذائية الصحية زي الفاكهة المجففة بأنواعها والشوفان والكنوة ودقيق اللوز والعسل وزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وزيت الزيتون وغيرها كتير جداً. وطبعاً بعض المنتجات بتصنعها في مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية وخاضعة لمنظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، بخلاف المنتجات اللي بتصنعها في مصانعها في بورسعيد والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة. وبالمناسبة شركة أغذية الإماراتية دخلت في شراكة كبرى مع مجموعة أبو عوف المصرية، وهدفها زيادة فروع مجموعة أبو عوف في الخليج العربي، وده بعد افتتاح 4 فروع في الإمارات العربية المتحدة بخلاف 250 فرع في مصر، وكمان إضافة منتجات جديدة تحت مظلة أبو عوف اللي اتفقنا إن معناها جودة وسعر منافس بقوة. النهاردة هنزور أحدث مصانع شركة أبو عوف، وهو متخصص في تعبئة البن والقهوة سريعة الذوبان بأحدث خطوط التعبئة، عددها حوالي 15 خط تعبئة، وكمان هنزور واحد من أحدث فروع المجموعة هو فرع شارع لبنان بمحافظة الجيزة، حاجة عظمة بجد. تعالوا في البداية نقابل المهندس هشام أبو طالب مدير مصانع البن في مجموعة أبو عوف. أنا عايز أخد معاك رحلة كبيرة جداً إلى عالم البن، تقول لنا نختاره ازاي، نشربه ازاي، نستطعمه ازاي، حاجات كتيرة قوي محتاجين نفهمها عن هذه الصناعة. احكي لنا لما ادخل محل بن عشان اشتريه ايه اللي ادور عليه؟ ما طبعا زي ما حضرتك بتقول يعني، او حضرتك عارف كل واحد ليه ذوق في البن، وطبعا يعني في انواع كتير قهوة في السوق على حسب، وكل مثلا مش يعني هتوصل للناس كلها منتج واحد، دي طبعا اكتر من نوع واكتر من توليفة عشان على حسب ده مزاج وكل واحد بيحب توليفة، فاحنا بنحاول نوصل على قد ما نقدر لاكتر عدد ناس ممكنه بالتوليفه بتاعتنا. توليفه ابو عوف، هل في الفروع بتاعت ابو عوف ممكن اعمل التوليفه بتاعتي؟ ده حقيقي، في ممكن متوفر حضرتك تعمل التوليفه بتاعتك انت مخصوص واسميها باسمي وتبقى معروفه لما اروح اخدها من نفس الفرع نفس المقادير بالظبط. ما احنا عندنا اصناف بن معينه، فهو بيوزن وبيطحن بن بالنسبه لك هناك في الفرع. لو مثلا مش عايز تاخد الابوات الجاهزه بتاعتنا احنا. اساسنا في البن هنا المستورد من انهي دوله؟ هل البرازيل، كولومبيا، تنزانيا، اثيوبيا؟ الاساس هنا طبعا احنا شغالين برازيلي وكولومبي واندونيسي. تمام، دول الاساس اللي احنا شغالين بيه. ايه السبب اللي خلانا استقرينا على الثلاث مناشئ دول؟ ده هو التركي بيساعدنا ان احنا نطلع الطعم والقوام اللي احنا عايزينه للمستهلك، نقرب للطعم اللي هو عايزه في السوق. انا عارف ان انت خبير في البن وخبير في القهوه سريعه الذوبان، عايزك تفهمنا يعني ايه قهوه سريعه الذوبان، بتتعمل ازاي، ويعني ايه واحد في واحد،
ويعني واحد في اتنين ويعني واحد في تلاتة. دخلنا العالم ده الواحد في واحد ده ساشي اللي هو بيبقى 2 جرام احنا بنعبيه هنا عندنا، ده قهوة سادة بلاك. عندنا برضه منتج الاتنين في واحد ده بيبقى عبارة عن قهوة وكريمر، وبعد كده عندنا منتج كمان اللي هو 3 في واحد ده قهوة وكريمر وسكر. سريع الذوبان دي الدلالة ان هو سهل التحضير، يعني سهل التحضير بس طريقة تصنيعه معقدة شوية. خلينا نشرح للناس ليه هي صناعة ضخمة جدا وليه صناعة مكلفة جدا وثقيلة جدا. لان احنا في الاخر في الفنجان لما حضرتك بتشرب فنجان سريع الذوبان مفيش اي حاجة مش دايبة، كل حاجة بتبقى دايبة فيها. فدي ان انا اطلع منتج كل حاجة دايبة فيها دي بتاخد تكنولوجيا عالية شوية، مش زي يعني فنجان القهوة. يعني فنجان القهوة مليان رواسب في طبعًا الآخر طبعًا. فدي تكنولوجيا ودي تكنولوجيا تانية خالص. البن بالمناسبة صناعة كبيرة في مصر، وبنستورده خام من مناشئ عديدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وبنغطي باحتياجات السوق المحلي ونصدر لكل أسواق العالم. وبجد ما ينفعش يبدأ اليوم من غير فنجان القهوة العربي اللي توليفته بتنتجها شركة أبو عوف وبتتفرد بيها. هل التطور الطبيعي لكل شركات القهوة في مصر هو الدخول في مجال القهوة سريعة الذوبان؟ يعني أنا أنتوا فاجئتونا في فود أفريكا 2022 إحنا نازلين بالقهوة سريعة الذوبان. هل ده التطور الطبيعي لكل شركات القهوة لازم تتجه إن بعد ما تعمل القهوة العربي أو القهوة التركي تتجه إنها تعمل بعد كده الإسبريسو، تتجه إنها تعمل بعد كده القهوة سريعة الذوبان؟ على حسب اتجاه كل شركة، بس أنا شايف إن ده إن إحنا بنحاول نكمل كل أنواع البن بالظبط، كمل الدايرة بتاعتي بكل أصناف البن اللي موجودة في السوق، إن أنا أطلعها من عندي أنا أكون كاملة عندي في الشركة، بحيث إن أنا أعرض على الزبون اللي عايز القهوة التركي، اللي عايز قهوة إسبريسو، اللي عايز قهوة سريعة الذوبان، يكون كل حاجة عندي موجودة متوفرة للزبون. خليني أسألك حاجة كمان مهمة جدا، النهاردة أسواقنا في العالم معروفة، ولكن أبو عوف النهاردة مهتم بشدة بالسوق المحلي، المنتج نفسه بقى بعيدا عن فروعنا هنصدره ازاي لبره او بنصدر لمين بره النهارده؟ اسواقكم فين؟ اسواقنا موجوده في السعوديه وفي في الامارات وفي في الكويت وحتى في امريكا وانجلترا وكندا كمان موجود. فبنصدر ليه؟ ان في ناس هناك غاويه طبعا البن وكاف انواع البن مختلفه، الجاليات العربيه كلها بتعشق البن. مظبوط كلام مظبوط. والتركيه برضو مظبوط. طيب الدخول للاسواق دي تم ازاي؟ عايز افهم منك. شاركنا في المعارض الدولية اللي بتتعمل. هل بتاخدوا دعم معارض؟ ده طبعا موجود وفي في تسهيلات وكل حاجة عشان احنا نقدر نصدر منتج المصري ده نصدره بره. بالنسبة للمصنع هنا عايز اسألك على العمالة، ده مصنع جديد موجود في منطقة اسمها 6 مليون في العاشر من رمضان، منطقة مش موجودة على اللوكيشن، خد بالك من دي، يعني لسه مستحدثة. العمالة بقى وفرتها ازاي؟ دربتها امتى؟ فهمت يعني ايه صناعة بن؟ اشرحني الموضوع. احنا طبعا لما بدانا الاساس كان بدانا في التجمع، فاغلبيه العماله اللي جم معانا جم من التجمع وموفرين لهم مواصلات طبعا لحد المصنع ولحد بيوتهم. فمعظم العماله دي كلهم مدربين وسنين خبره في البون، سواء كان تحميص سواء كان طحن سواء كان تعبئه، وعارفين المكن وبيتدربوا على المكن طبعا الجديد اللي بيجي كل شويه. فاحنا العماله ولما بيجي لنا عماله جديده من المنطقه اللي احنا فيها بيتدربوا طبعا مع الناس الخبره اللي هم اوريدي موجودين. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس محمد فوزي مدير الجودة في مجموعة أبو عوف، واللي يعتبر المسؤول الأول عن تطبيق مواصفات أسواق العالم اللي بتستورد منتجات أبو عوف، وهنناقشه في ضوابط تصنيع البن والحفاظ على جودته. البن نبات حساس جداً في جودته، يعني أي حاجة تأثر عليه حتى لو الرطوبة طعمه ضاير. حققنا ده إزاي هنا؟ حافظنا على الجودة إزاي؟ بنختبر الجودة إزاي؟ أنا عارف إن إحنا يومياً بنشرب فناجين قهوة مش فنجان واحد، صح كده؟ عشان ندوق كل باتشة بتطلع من هنا. مظبوط. اتفضل. مجموعة مراحل متعددة يا أستاذ محمد بتخليني أتحكم في الجودة. هبدأ مع حضرتك بمن أهم المراحل وهي اختيار البن الأخضر واعتماد المورد، وده بيتم عن طريق تحديد مواصفة أو ستاندرد خاص بأبو عوف. بقدر أحدد فيه أنا بستلم البن الأخضر نسبة العيوب اللي موجودة. احنا بنقول هنا واحنا بنستلم البن الاخضر بيتقاس بعدد العيوب اللي موجودة، من حبة سودة من حبة مكسورة. ازاي ان انا بحدد عدد العيوب اللي موجودة معايا في كل استلامة واعرف بيها المورد اللي موجود برا عشان استلم عليها عشان اضمن الستاندرد الخاص بأبو عوف. تيجي هنا المرحلة التانية لما يجي البن وهي مرحلة الاستلام. لسه كنا بنتكلم مع بعض على الرطوبة وان هي ازاي مقياس. طبعا. انت المتغيرات بتاعت البن كتيرة جدا، وده اللي مصعب عملية البن شوية، المنشأ، الرطوبة، حجم الحبوب، نسب العيوب. أصعب ازاي نبات في التاريخ في حفظه.
مظبوط، وتداوله بشكل آمن. ازاي تتحكم في كل المتغيرات دي عشان في النهايه حضرتك تشتري مني كيس بن نفس الطعم بنفس اللون بنفس الريحه؟ يبقى انا في مرحله الاستلام والحاويه لسه داخله، لازم ابقى قايس رطوبه، عارف عدد العيوب اللي موجوده، وببدا اميز الحاويه بتاعتي بحيث ان انا ابقى عارف ان الحاويه دي لما هتيجي تخش التحميص درجه حراره كام، وايه المعايير اللي تخش عليها علشان ابدا اطلع بالكواليتي او بالستاندرد الخاص بعوف. دلوقتي انت حضرتك من الناس اللي انشات هذا المصنع وبدات فيه اجراءات الجوده بتاعته، ايه الشهادات اللي انتوا خدتوها؟ احنا المصنع حاصل في شهر 11 اللي فات على شهاده الافضه بالاس سي 22000 فيرجن 5.1، ودي من الشهادات العالميه اللي بتتيح لك التصدير، اللي بتتيح لي التصدير وبتحقق ان انا شركه ايه بقى؟ ان اي اس، شركه الشرق الادنى للخدمات. تمام. ودي شركه المنحه ليها اسمها يورو سيرت. النقطه الثانيه، واحنا خلاص في نهايه مراحل الاعتماد من هيئه سلامه الغذاء، احنا بدانا مع هيئه سلامه الغذاء في شهر 7 اللي فات، احنا الحمد لله النهارده منتظرين تقرير الزياره الغير معلنه، وان شاء الله يبقى بخير ويبقى ده تاني مصنع من مصانع بعوف دخل القائمه البيضاء ان شاء الله باذن الله. كده الاعتماد للقائمة البيضاء لهذا المصنع، ولكن كل مصانع بعوف معتمدة. كل مصانع بعوف معتمدة بقالنا سنتين ونص والدنيا تمام. يعني المصنع ده النهاردة ممكن يبقى لوحده متاح للتصدير كمان لكل دول العالم ومنها السعوديه. كلام حضرتك مظبوط، تبقى لشهادات الفود سيفتي السعوديه. كلام حضرتك مظبوط، تبقى لشهادات الفود سيفتي وتبقى اللي اعتمدنا في القائمه البيضاء لهيئه سلامه الغذاء ان شاء الله. العامل هنا عايز اعرف دربناه على الجوده ازاي؟ انا داخل شايف الناس كلها التزام جدا، في غطاء على الراس، غطاء على الوجه، في كله لابس جوانتات في ايده. الناس دي دربناها على الكلام ده ازاي؟ فهمناها ازاي ان هو شغال في منتج غذائي فلازم يبقى فيه اهتمام بهذه الامور؟ المعيار الاساسي في ثقافه العاملين وفي مصر خصوصا هو استمرار عمليه التدريب. انت مش بتدرب العامل مره او اتنين وتبدا تسيبه، انت بتقسم، بتعمل خطه تدريب سنويه بتقسمها على اسابيع. لازم تدرب العامل وتختبره وتخليه يجرب الهيجين او عمليات النظافه اللي انت محتاجه يعملها وتتابعه فيها في مره واثنين وثلاثه واربعه. اول ما بيبدا يتعلمها بيبدا بقى تحط النظام بتاعك في نظام الصواب والعقاب. اللي بيلتزم بالتعليمات بياخد المكافآت بتاعته، اللي لا يلتزم بالتعليمات بتبدا تعمل له تدريب مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما توصل في النهايه لجزاء او لمكافاه. دلوقتي هنقابل المهندس محسن عوده مدير الجودة في مصنع أبو عوف بالعاشر من رمضان، وهو دينامو المصنع. تعالوا نتعرف على شروط الجودة في البن اللي بيتعمل لقيمة مضافة في مصنع أبو عوف. الجودة هنا متعلقة بالبن. مظبوط. وعرفت كمان أن أنت هنا الدينامو اللي بيتحرك دايما وراء أحدث المكن اللي في العالم. أنا عايز مكن إلكتروني، أنا عايز مكن طحن عامل إزاي، أنا عايز مكن تعبئة بالشكل الفلاني، أنا عايز المكنة دي يبقى منها ثلاثة. بالظبط. حكايتك بقى مع المكنة الحديث ده وليه ما بتجيش الصناعة الوطنية؟ عايز افهم منك برضه. انا هوضح لحضرتك، احنا خطوط الانتاج عندنا كلها اوتوماتيك، سواء ماكينات الطحن او الموجودة في صالة الانتاج التعبئة. يعني قسم الطحن الجديد ده من احدث ماكينات الطحن على مستوى العالم، بيسرع حجم الانتاج، بيطلع منتج بجودة كويسة، بيحافظ على درجة اللون البن المطحون، وفي نفس الوقت بقدر اتحكم في معايير الجودة سواء انا بطلع بن قهوة تركي او اسبريسو او امريكان كوفي قهوة فلتر. فقسم الطحن الجديد القهوة سريعة الذوبان او بالظبط، زائد ان انا عندي في صالة التعبئة خطوط تعبئة اوتوماتيك كلها، سواء بدأنا بجزء ال 50 جرام، ال 100 جرام، ال 250 جرام. ميزة التعبئة الأوتوماتيك بتسهل معايا جدا الحركة داخل صالة الإنتاج، معدل الإنتاج بيكون عالي جدا، زائد إن أنا بطلع منتج بجودة كويسة في وقت قليل، وبقلل معدل الإهلاكات أو الهدر داخل صالة الإنتاج، وده من أهم معايير الجودة على مستوى العالم، وده شيء مطلوب مننا دايما، وإحنا طبعا مؤمنين بمبدأ التحسين المستمر. فعلشان كده كانت البلان بتاعت 2022 وبفضل الله قدرنا نخلصها، ان احنا خطوط التعبئة وخطوط الطحن اللي موجودة في المصنع تكون كلها اوتوماتيك. دلوقتي مع حضراتكم بقى هنتوجه لشارع لبنان عشان نتعرف على منتجات مجموعة أبو عوف للصناعات الغذائية، وهنقابل السيدة رشا غالي مديرة التسويق والعلاقات العامة. بجد منتجات جودتها عالية وحتى عمليات التغليف والتعبئة شديدة الرقي، ركزوا معها. استاذة رشا غالي، مدير التسويق والعلاقات العامة في مجموعة أبو عوف. ده أحدث فروع أبو عوف، صح كده؟ أو من أحدث فروع أبو عوف. الموضوع مش مجرد قهوة ومكسرات، ده موضوع كبير قوي. احنا شغالين مصانع، ومصانعنا شغالة بننتج أكتر من 1000 منتج في قطاعات مختلفة. صح كده. النهاردة عندنا 250 فرع؟
250 فرع واكتر من 1000 منتج زي ما حضرتك قلت، وقطعات كتير جدا. مجموعه تفرح. خلينا نمشي نفرج الناس على المنتجات بتاعتنا، على القطاع الصحي، وده مهم جدا. وخلينا نبدا من الناحيه دي. خلي بالك انا متيم جدا بالفواكه المجففه، يعني ده شايف الانقاذ لاولادنا. ما فعلا احنا في ابو عوف طبعا القهوه هتفضل هي اهم قطاع بالنسبه لنا. اه طبعا. وطبعا المكسرات قطاع مهم قوي، بس احنا توسعنا في حاجات زي ما حضرتك قلت تبقى بديل صحي افضل في التسالي. فمش بس مكسرات، لا في كل الحاجات المجففه، الفواكه المجففه، ويعني كل المقرمشات بصفه عامه. اناناس وتفاح وموز ومانجا ومشمش، الحاجات دي عامله ايه هنا في مصر في المبيعات بتاعتها؟ كل الناس فاهمه، الناس فاهمه جدا. الناس الكورونا خلت الناس ابتدت تدور ليها ولاولادها على عامه اسلوب صحي في الاكل والشرب والسناكس اللي كانوا بيعملوها. يعني بدل البطاطس المقليه، طب ما انا اجيب له موز مجفف طعمه حلو. او حتى يعني هتلاقي ان ده اخر حاجه نزلناها، فده منتج بسكوت بيك نوت فرايد او مخبوز مش مقلي. هتلاقي هنا في منتجات اللي هي جديده خالص، هي بروتين بافس. يعني ده ترند طالع قوي، ان بدل ما البطاطس المقليه او اللي احنا متعرف عليها، ادي اخد حاجه زي دي فيها بروتين، فنسبه يعني على الاقل اكون يعني في يعني في مقرمشات بس حاجه صحيه اكتر. احنا ابو عوف خلينا بس نفهم الناس نقطه، عندنا مصنعين اساسيين، مصنع العالميه ومصنع القهوه ومصنع القهوه، ومعانا عشرات المصانع اللي بنثق في جودتها حقيقي، ونقدر ناخد المنتج بتاعها عشان نحطه تحت مظله ابو عوف. صح، دي استراتيجيتنا، نجيب منتج ويبقى كلمه ابو عوف معناها الجوده. طبعا احنا اولا استراتيجيتنا ان احنا كنا نخلق مظله تنزل تحتها كل المنتجات دي، حاجه شكل موحد وايدنتيتي، او يعني فعلا شخصيه واحده لكل الحاجات دي تنزل تحتها. لان انت عندك قطاع قهوه وتسالي زي ما كنا بنتكلم، وفواكه مجففه، بس عندك بلح وعندك عسل وعندك كل الحاجات الصحيه من البذور وزبده الفول السوداني، فعندك قطاعات كتيره قوي. ازاي هدفنا ان هي تنزل تحت مظله واحده بعلامه تجاريه ابو عوف، ونبقى احنا واثقين ان العلامه التجاريه دي لو عليها ابو عوف ده معناها جوده، ومعناها فعلا حاجه زي ما بنقولها كده بريميوم، حاجه حلوه قوي الفكره، تمنها فيها حلوه قوي الفكره دي. ما هو دي اللي انا بقوله، يعني ده بديل، ده بديل لان انت تطلع مثلا، انت طالع الساحل رايح لحد تزوره في البيت، او طالع على البحر، ليه تاخد شوكولاته؟ ليه تاخد حاجات تبقى يعني حلويات؟ او خد مكسرات، خد حاجه بديله، ندفع فلوس على سنها العيال الصغيره. في ايوه والله، وفي فئات سعريه مختلفه. يعني انت هتلاقي هنا دي مكرمشات، يعني دي مكرمشات مختلفه، دي بسعر ودي بسعر. انتوا بتفكروا في كم المنتجات ده ازاي؟ يعني احنا بنتكلم في 1000 منتج، كل منتج عايز له براند لوحده، كل منتج عايز مجهود لوحده، عايز تخطيط لوحده، عايز تسويق لوحده. الاستراتيجيه بتاعه التسويق بتاعتنا ان احنا نعمل يعني زي فاميليز كده، او يعني زي قطاعات، في قطاع قهوه وده قائم بذاته، في قطاع التسالي، وفي قطاع كل اللي هو الصح البديل، الحاجات البديله الصحيه. التسويق الصح هو اللي بيمشي، بيبقى سابق الترند. فالحمد لله ابو عوف احنا سابقين الترند في كل المنتجات الجديده اللي بننزلها، احنا سابقين ان احنا نلقط في ترند ظاهر او ابتدى يبقى موجود، ابتدى موجود بره، ابتدى موجود هنا بس على يعني استحياء زي ما بيقولوا. ازاي نبتدي احنا يبقى عندنا الايه؟ سألك سؤال خبيث شويه. طبعا. بنسبه كام في الميه المنتجات دي مصريه؟ احنا عندنا طبعا جزء كبير، يعني عندك القهوه، عندك المكسرات، في جزء كبير طبعا بنستورده، بس في جزء كبير احنا بنعمله ان هاوس، الصناعه المحليه، الصناعه المحليه، الويفر، جزء الحلويات، بنعمل البريتس، بنعمل معمول، كل بنعمل التمر المغطي بالشوكولاته، ده حكايه معمول المجدول، صح كده؟ طبعا. فكل الحاجات دي احنا بنعملها في مصانعنا احنا. فاحنا اتجهنا في التوسع ان احنا كمان نبقى بنصنع حاجات عندنا، يعني احنا بنصنع دلوقتي وعشان هنصدر، فيبقى لازم يكون في مكون مصري كبير عشان تقدر تصدره. زبده الفول السوداني ده منتج انا بحبه جدا، لان احنا جدا من الدول المنتجه للفول السوداني، احنا من اسياد العالم في هذا المنتج على فكره. ده حقيقي. بينات باتر ده احنا بنتميز بيه، لان مكتوب 100% بينات باتر 100%، فهو زبده سوداني بس خالصه. كان يقول لك زمان ده تصدير بس، طبعا بس دلوقتي السوق المحلي الثقافه اتغيرت. المنتج ده على فكره الناس كلها بتشكر فيه طبعا. الصحارى ده اللي انا كنت بقول لك عليه، متغطي بالشوكولاته. ده هايل. انت على فكره دخولك في سوق التمور عدل حاجات، يعني دخولك في المنافسه دي خلى الناس كلها تبدا تفكر، طب احسن عبوات ازاي، احسن جودتي ازاي، عشان اقدر اقف قصاد منتج ابو عوف. برافو عليكم. القهوه بقى زي ما كنا بنحكي، يعني احنا بنحكي بالظبط ان في توليفه ابو عوف وفي توليفه
في البرازيل، فدي خلطة برازيلي. في نوع تاني خلطة أبو عوف، فده مختلف عن النوع ده. دي خلطة برازيلي هتلاقي مكتوب عليها دي خلطة أبو عوف. احنا كمان عندنا أربع فروع بره مش كده في الإمارات صح؟ آه طبعًا. يعني بدأنا نصدر العلامة التجارية للخارج. حقيقة. احنا فتحنا فعلًا أربع فروع من السنة اللي فاتت، وهنتوسع إن شاء الله في الخليج بصفة عامة وفي السعودية إن شاء الله. وده يعني بالشراكة مع أغذية، ده كان جزء أساسي إن احنا يعني الشراكة دي كان هدفها إن أنت تكبر بره مصر. فأنا يعني هم يساعدونا في حتة دي إن احنا إزاي نكبر عندك منتج حلو قوي. طبعًا. أنت الشراكة. تتوسع في الخليج بصفة صحيح. خاصة. البهارات والزيوت ما نقدرش ننساها أبوف. طبعًا البهارات. أنت سبتوا بس مع فكرة خصوصًا في زيت الزيتون خلي بالك. بس البهارات بصفة خاصة مهمة جدًا، لأن طبعًا أبو عوف جزء كبير من محلاته موجود في سلاسل تجارية كبيرة كله بيبيع البهارات سايبة، فإحنا هنا بقى في المحلات وفي. وظفتيها. وظفناها تبقى في العلبة سهلة يعني سهلة في الاستخدام زي كل الأنواع اللي أنت شايفها دي. وعليها عروض، فالبهارات قسم كبير في أبو عوف. دخلنا كمان في المخللات. دي حقيقي. ده الحاجات اللي زي ما بقولها لك اللي هي تيست، يعني في حاجات بنعملها ونشوف اذا كانت تنجح. انتوا بتجربوا السوق عندكم قبل تنزلي في السلاسل التجاريه صح كده؟ طبعا. الابواب دي بقى انا عايز اعرف حاجه، دي احدث منتجات صح؟ دي احدث منتجات. قول لنا نبذه عنها. دي زي ما كنت بقول الترند يعني ماشي، ان الناس عايزه دلوقتي تتسلى على حاجات بديله للشيبسيهات او الحاجات اللي هو البطاطس المقليه واو. فدي هنا عندك بروتين، البروتين بافس، دول كلهم فيهم نسبه بروتين وكلهم مخبوز في الفرن مش مقلي، يعني بديل صحي اكتر للمقرمشات اللي هي العاديه. مجموعة أبو عوف بتثبت أنها واحدة من الكيانات الواعدة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر، ودايماً بتشارك بقوة في المعارض الدولية زي سيال في فرنسا وجلف فود في دبي وفود أفريكا في مصر، وبتكون دايماً فرس الرهان. بالتوفيق بجد.